أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. كل قصة من وحيها عبر حوت معناها، وكذا بنادي نبينا قد سطرت قصص روائعها يشع سناها. طوبى لمن فهم المقاصد واستقى في قصة هي للمكارم تنتقى. أن الحياة تجارب ومواعظ، والنيل في طلب السعادة بالتقى. فاقرأ بها خبر الحياة مواعظا، وافهم بها سبل السعادة والرضا. وامرر على أثر لها متدبرا، سنن الإله على حوادث من مضى. تلك الشواهد لا تزال تدلنا، إن أظلم طرق وضل دليلنا. آياتها ولجت شغاف قلوبنا، كالنور يخترق السماء بلا عنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في هذه الحلقة من هذا البرنامج، وهذه القصص والعبر التي نذكرها لكم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أو مما ذكر في التاريخ. قصة لثلاثة نفر ممن كان قبلنا. قص النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في البخاري قصتهم، وفيها عبر عظيمة وفيها فوائد جمة. ثلاثة ممن كان قبلنا انطلقوا في سفر من أسفارهم، في رحلة من رحلاتهم، المهم أنهم كانوا ثلاثة. فآواهم المبيت، نزل عليهم الليل، فمروا في الطريق فرأوا غارا، فدخلوا هذا الغار ليبيتوا فيه ويحتموا فيه من أضرار الليل وربما من البرد. دخل الثلاثة إلى هذا الغار يبيتون فيه، فجأة تحركت صخرة من الجبل وانحدرت، فجاءت هذه الصخرة الكبيرة العظيمة وسدت عليهم باب الغار. قام الناس، قام الثلاثة، فزعوا في ظلام هذا الغار، يدفعون الصخرة يريدون الخروج، لم يستطيعوا الخروج. علموا وأوشكوا الهلاك، نادوا صرخوا، لكن من يجيبهم ومن يسمعهم؟ فلا أحد في هذا الجبل، الطريق مقطوع والثلاثة في الغار ولن يسمعهم أحد، والصخرة كبيرة جدا لا يستطيعون تحريكها. حاول الثلاثة فلم تتحرك هذه الصخرة أبدا، فأيقن الثلاثة بالهلاك وعلموا لا محال أنهم ميتون. فقال أحدهم: إنكم تعلمون أنه لن ينجيكم إلا الله، ما في أحد راح ينجيكم، خلاص أيس من الناس وما بقي إلا رب الناس جل وعلا، فادعوا الله بصالح أعمالكم. يلا كل واحد يتذكر عمل صالح سواب حياته، يتوسل إلى الله بهذا العمل، يعني يتقرب إلى الله عز وجل بهذا العمل الصالح، والأمر جائز. فقام الأول، كل واحد الآن رفع يده إلى السماء، قال: اللهم، كل واحد الآن قاعد يتذكر في حياته ماذا صنع من أعمال صالحة. أما الأول فقال: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، كنت لأغبق قبلهما أهلا ولا مالا، يعني كل يوم أسوي لهم الطعام وآتيهم باللبن، أحلب لهم اللبن، ولا أرضى لا أهلي ولا عيالي ولا أحد يذوق هذا الطعام قبل أمي أبوي. أنا عندي أمي وأبي صحبتهما جنة، بالنسبة لي أقدمهما على أولادي وعلى زوجتي وعلى أهلي وعلى كل شيء. قال: لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا. قال: وفي يوم من الأيام نأى بي طلب الشجر، في الرعي أطلب الرعي والشجر، رحت بعيد،
فلم أرح عليهما حتى ناما، ما رجعت في النهار إلا وأظلمت السماء ونام أبي وأمي. يقول فجلبت لهما غبوقهما، بسرعة بسرعة جاي عشان يلحق على أبوه أمه قبل ما ينامون. يقول فدخلت عليهما فإذا هما قد ناما. مسكين ما كان قاصد، يعني طلب الشجر صار بعيد ذاك اليوم، المرعى صار بعيد، تأخر في الرعي، بسرعة رجع، حل بالشياه، أسرع باللبن إلى أمه وأبي فوجدهما قد ناما. جاء الليل ولم يشرب أبوه ولم تشرب أمه من اللبن. يقول فوقفت على رأسيهما، عند رأسيهما ماسك الآن الغبوق اللبن. يقول والصبية يتضاغون عند قدمي، عياله يصيحون يبون اللبن، لكن أنا عندي عهد بيني وبين رب العالمين، ما أعطي هذا اللبن أحدا قبل أمي وأبي. شوف الآن هذا البر، ترى ما حد يصل لهذا المستوى. يا أخي اسقي أولادك وبعدين إذا قاموا تسقي أمك وأبوك؟ لا، أمي وأبوي قبل. طيب أيقظهما؟ قال فخشيت أن أوقظهما. لا، ما أوقظهما من النوم، أمي نامت وأبي نام، لن أزعجهما في نومهما ولن أسقي قبلهما أحدا من أهلي. إذا ماذا ستفعل أيها الرجل؟ يقول فظللت واقفا حتى أصبح الصباح واستيقظ والداي وسقيتهما. من يستطيع في الدنيا أن يفعل مثله؟ أقل شيء يوقظهما، إذا ما فعل يعطي الأولاد النصيب وبكرة يسقي الأم والأب، أو على الأقل أقل شيء أقل شيء يجلس. إيش حقه يوقف؟ يقول فظللت واقفا حتى الصباح، يعاقب نفسه ليش تأخر على أمه وعلى أبيه. يقول فظللت واقفا حتى الصباح فسقيتهما، ثم سقيت أولادي وأهلي، لأن العهد ألا أسقي قبلهما أهلا ولا مالا. يقول اللهم، الحين شوف رافع عيده في بر الوالدين الآن عمله، قال اللهم إن كنت فعلت هذا لمرضاتك، ابتغاء مرضاتك، ففرج عنا ما نحن فيه. ايش بيصير؟ صخرة كبيرة وين تتحرك؟ ويدعو ربه، يا رب إذا عملت هذا العمل لوجهك مخلصا لوجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فجأة إذا الصخرة تهتز، الله أكبر، ما الذي يحدث؟ ما الذي يجري؟ إذا الصخرة تتحرك من مكانها، فانفرجت فرجة لم يستطيع الخروج منها، لكنها تحركت بإذن الله عز وجل بدعاء هذا الرجل الصالح. وإذا سألك عبادي عني، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. من تعرف إلى الله في الرخاء أيام النعيم والراحة، إذا كان مخلصا مع ربه يعرفه الله عز وجل في الشدة. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. بر الوالدين ما هي قضية سهلة، قضية أمك وأبوك، الرجل قدمهما على أولاده، من يقدم والديه اليوم على أولاده؟ من يقدم أمه على زوجته؟ من يقدم أمه وأباه على نفسه اليوم؟ من هذا العمل الصالح توسل إلى الله به فتحركت الصخرة من مكانها واستجاب الله له؟ أمن يجيب المضطر، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، رفع يديه إلى السماء، ببره لوالديه تحركت الصخرة من مكانها. هذا هو الرجل الأول. بقي رجلان، لكن الصخرة إلى الآن لم، مع أنها تحركت وانفرجت يسيرا، لكنهم لم يستطيعوا الخروج منها إلى الآن. لن ينجيكم إلا رب العالمين. إذا كان الإنسان مع ربه في حياته في يومه وليلته
إذا كان عابدا وأصيب بمصيبة فإن الله عز وجل ينجيه. من الذي ينجيكم في ظلمات البر والبحر؟ من الذي يجيب المضطر؟ من الذي إذا نزلت الكوارث والمصائب تعلق القلب به فنجاه؟ من؟ إنه الله جل وعلا. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. لكن مو فقط وقت الأزمات تدعو الله، لا، كن في الرخاء مع الله يكن الله معك في الأزمة وفي الشدة. الثاني الأنقم، خلص الأول بره لوالديه، حرك الصخرة، دورك الثاني. رفع الثاني يديه إلى السماء وقال، شوفوا العمل، قام يتذكر حياته كلها. شنو العمل اللي سويته أنا؟ العمل الأول طاعة، طاعة عبادة بر والدين. العمل الثاني بعد عن معصية. شوف كل واحدة في باب من الأبواب، في قسم من الأقسام. الأول طاعة، الثاني فعله مع المعصية. شنو سوى؟ يقول كانت لي ابنة عم، كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء. يعني ما في رجل يحب امرأة مثل ما أحببت بنت عمي هذه، كان يحبها حبا عظيما. وحب الرجل للمرأة أحيانا يفقد الإنسان عقله، صح، أحيانا العاشق مجنون، بل من الحب ما قتل. عشقها، أحبها، يقول فراودتها وأردتها عن نفسها فامتنعت. وإذا أحب الإنسان امرأة من قلبه وصدت عنه وامتنعت يزداد الحب ويزداد التعلق. نعم، فازداد حبه وهيامه بها وتعلق قلبه بها. إنسان في النهاية هو بشر، في النهاية أحد، يعني أحيانا الإنسان إذا تمادى يصل إلى مستوى ما يقدر يتحكم بنفسه، لكن يجب أن يقف عند حدود. يقول فأردتها عن نفسها فامتنعت حتى جاءت سنة من السنوات، من السنين، يعني أصاب الناس قحط، أصاب الناس جوع ومجاعة وحاجة. فجاءتني ابنة عمي، الحين البنت اللي يبيها، الفتاة اللي يحبها احتاجت إليه، فجاءته في تلك السنة، سنة المجاعة، أرادت منه مالا، أرادت منه طعاما، وكان الرجل غنيا. الآن فرصته، الآن يستغل حاجتها. يقول فأعطيتها 20 و100 دينار ذهب على أن تخلي بيني وبينها. مو دينار ولا دينارين، لكن 120 دينار ذهب، تصير غنية مثلي، فقط تسمح لي أن أفعل معك ما أريد. جاءت فرصته ولحظته المنشودة، سنوات ينتظرها والآن جاءت الفرصة. ماذا سيفعل وماذا سيصنع؟ وأي عمل يتقرب هذا الرجل به إلى الله سبحانه؟ وماذا حصل للثلاثة الذين قص النبي علينا قصتهم؟ وماذا فعل الله عز وجل لهم؟ قصة مثيرة، أحداثها غريبة، أمورها عظيمة، فيها عبر. وأي عبر؟ خلكم معنا لكن بعد الفاصل. قرآننا يروي الفضائل قصة من وحيها عبر حوت مع رائعها يشع سناها. الثلاثة لا زالوا في الغار، والثاني يذكر عملا يتوسل به إلى الله عز وجل، عمل صالح. يقول أحببت فتاة ابنة عمي، جاءت هذه الفتاة في وقت الحاجة، أرادت منه طعاما وشرابا ومالا، فأعطاها 20 و100 دينار ذهب فقط على أن تخلي بينه وبينها. المسكينة ماذا تفعل؟ ماذا ستصنع؟ هي الآن جائعة، هي الآن مضطرة، هي الآن ربما تنفق على أم لها أو على غيرها، ماذا ستفعل؟ قبلت هذه الفتاة، ابنة عمه، قبلت أن تأخذ المال في سنة الجوع والعطش على أن تخلي بينها وبينه. يقول فخلوت بها، فقعدت بين رجليها، خلاص الآن سيفعل ما يريد. يقول فقالت لي المرأة اتق الله، اتق الله، خف من الله، ولا تفض الخاتم إلا بحقه.
ذكرته بمن؟ بعظيم، ذكرته بالله جل وعلا. ويحذركم الله، ويحذركم الله نفسه. الله يحذر الناس من عقوبته. فقالت المرأة أو الفتاة: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. يقول: فابتعدت عنها وتركتها ولم أمسها. يقول: فأمرتها أن تنصرف وأعطيتها المال كله، خوفا ممن؟ من الله جل وعلا. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. لما؟ إنه من عبادنا المخلصين. أكبر دليل على إخلاصه أنه في لحظة الفتنة وكل الباب فتح له والشيطان ثالثهما، ومع كل هذا والنفس تدعوه وينتظرها منذ سنين وتعلق قلبه بها، ومع هذا خاف من الله عز وجل وترك كل شيء. صعب، أليس كذلك؟ الأمر صعب، لا يفعلها إلا رجل بلغ فيه الإيمان والإخلاص والتقوى مبلغا حطم كل شهواته. شهواته تكسرت أمام جبل الإيمان الذي في صدره فتركها. قال: اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك، مرضاة وجهك، لأجلك يا رب، ففرج عنا ما نحن فيه. فإذا الصخرة تتحرك، الله أكبر، من يحركها؟ إنه الله عز وجل. بدأت الصخرة تتحرك، فرح الإخوة الثلاث، فإذا بهم يريدون الخروج. إلى الآن الفتحة كبرت، لكنهم لم يستطيعوا إلى الآن الخروج من تلك الفرجة. بقي الثالث: ادعو الله يا فلان، ادعو الله عز وجل، ابحث عن عمل صالح. شوف، الأول طاعة بر والدين، الثاني ترك معصية شهوة تركها، قال إني أخاف الله معاذ الله وتركها. الأول استجاب الله له، الثاني استجاب الله له، الثالث شنو؟ الثالث الأمر بينه وبين الناس، حقوق البشر. الأول والثاني بينه وبين رب العالمين، الثالث بينه وبين الناس. ماذا فعل الثالث؟ قال: اللهم إني كان لي أجراء، استأجرت أجراء، فأعطيت كل أجير أجره إلا واحدا. بعد ما انتهى العمل كل واحد أعطيته: هذا نصيبك، 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 ما بخست أحد. سألت عن أحدهم، قالوا: ذهب، ذهب ولم يرجع، ولم أعطه أجره، بحثت عنه فلم أجده، دور وسأل وين راح، ليش ما أخذ أجره، ما ندري. ذهب الرجل ولم يأخذ أجره. بعض الناس شهرين ثلاثة للعمال ما يعطيهم أجورهم، وثلاثة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خصمهم يوم القيامة. من الثلاثة رجل استأجر أجيرا ولم يعطه حقه، الرسول خصم يوم القيامة. يقول: فذهب ولم أجده، راح. يقول: فنميت له ماله، خشيت فلوسه، ما خشيتها بس، اشتغل فيها، اشترى فيها شاة، صارت اثنين، صارت ثلاثة، صار شيء من الإبل، صار شيء من البقر، صار شيء من المال، أخذ ينمي وينمي وينمي له ماله. بعد فترة طويلة من الزمن رجع هذا الأجير، رجع لمن؟ رجع للرجل الأول، قال: أنا عملت عندك قبل سنوات، أتذكرني؟ قال: نعم أذكرك. قال: لم أخذ حقي في ذلك الوقت. من يسويها اليوم؟ يجيك عامل يقول لك: قبل سنين ما أعطيتني فلوسي. الناس الآن لأن ما عنده ورقة يقول: روح اشتك علي، ما يعطي حقه، أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. قال: أنا منذ سنوات لم أخذ أجري، شوية فلوس. قال: أين أجري؟ قال: تعال. تريد أجرك؟ قال: نعم. قال: تعال. قال: أرأيت هذا الوادي؟ إبل، بقر، غنم، أموال. قال: شفت هذا كله؟ قال: نعم. قال: هذا أجرك. قال: يا سيدي لا تستهزئ بي، لا تستهزئ بي، يا عبد الله اتق الله ولا تسخر علي، أعطني أجري لأذهب. لو أعطاه الفلوس وبس ومشى ما كان أحد يحاسبه.
قال والله إنه أجرك، نميته لك حتى صار كما ترى، حتى ما أخذ شيء من حقه. قال هذه الإبل وهذه البقر وهذه الغنم وهذه الأموال كلها نصيبك، خذ ما شئت منها ودع ما شئت منها، خذ اللي تبي واترك اللي تبي. يقول فأخذها كلها ولم يدع منها شيئا. في أحد يسويها اليوم هذه؟ قال اللهم إن كنت فعلت هذا من أجلك ففرج عنا ما نحن فيه. شنو سوى هذا الرجل؟ أمانة. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، ما يضيع أمانته. قال اللهم إن كنت فعلت هذا من أجلك ففرج عنا ما نحن فيه. وإذا بالصخرة تتحرك، وإذا بالفرجة تتسع، وإذا ربنا عز وجل ينجي الثلاثة كلهم بأي شيء؟ بعمل صالح فعلوه في هذه الدنيا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الله جل وعلا نجاهم بأعمال صالحة أدوها، عمل صالح سوى بهذه الحياة. هذا بر والدين، هذا ترك معصية لله، وهذا أمانته مع الناس وعلاقته بالبشر، وما ظلم الناس أموالهم ولا حقوقهم، فنجاهم الله عز وجل ثلاثتهم. ما الرابط بين الثلاثة؟ ما الذي يربط الثلاثة بعمل؟ لو قلنا هذا العمل هو السبب الأساسي الذي به نجى الثلاثة كلهم، من كان يرى هذا الرجل وهو واقف عند والديه؟ عملها لأجل من؟ لله فقط. الرجل لما خلى بالمرأة، من الذي كان يمنعه أن يأتي بالمعصية؟ الله. الأمانة اللي احتفظ فيها، كان لو رجع على فلوسه وبس كان الأمر انتهى، من يدري عنه؟ الله. إنها قضية الإخلاص. قل إني أمرت أن أعبد الله، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. لا تستهن بعمل صالح أخلصت فيه لله جل وعلا، يوم من الأيام راح ينفعك. إن لم ينفعك في الدنيا سينفعك عند الله عز وجل يوم القيامة. صدقة المعروف، صنائع المعروف اللي تسويها للناس تقي مصارع السوء. يوم من الأيام بحادث، بغرق، بحريق، عيالك أصابهم مرض، من الذي سينجيهم؟ عملك الصالح يا عبد الله، عملك الصالح سينفعك في هذه الدنيا وينفعك أيضا في القبر. أنا عملك الصالح، فوالله ما رأيتك إلا سريعا في طاعة الله بطيئا إلى معصيته. لا تحتقر هذا العمل اللي بينك وبين رب العالمين، مو لازم أحد يشوفك، مو لازم أحد يدري عنك. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا هذه القصة؟ ثلاثة نفر دشوا بغار وطلعوا من الغار، شو الفائدة؟ الفائدة العمل الصالح. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الفائدة الثانية، تعرف إلى الله بالرخاء يعرفك بالشدة. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. أيضا من الفوائد، يجوز التوسل إلى الله عز وجل بثلاثة أمور تتقرب إلى الله فيها، إما بأسماءه وصفاته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يا غفار يا رحمن يا غفور يا ودود اغفر لي، بأسمائه وصفاته تقترب إلى الله. اثنين، بعملك الصالح مثل ما فعل أصحاب الغار، هذا سوى عمل وهذا سوى عمل وهذا سوى عمل، توسلوا إلى الله بهذه الأعمال ففرج الله عنهم. ثلاثة، بدعاء الرجل الصالح الحي مو الميت،
الحي رجل صالح تقول له يا فلان ادعو الله لي، يجوز، مع أنه ليس بينك وبين الله حاجب، وليس هناك بينك وبين الله حاجز. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قصص وعبر نستفيد منها خلال هذا البرنامج وهذه الحلقات. موعدنا وإياكم مع قصة أخرى وعبرة جديدة في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قرآننا يروي الفضائل قصة من وحيها عبر حرام.